السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم حلقة جديدة ولعبة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نلعب لعبة النباتات ضد الزومبي. هاي لعبة نزلت عليها مرة السلسلة وقطعت، هلا خلونا نلعب. بسم الله. طبعا لعبة أظن في منكم بيعرفها. هلا لازم نحط النباتات وندافع هاي حتى حيجي الزومبيز و ايش اسمه حيجوا يقتلونا، فنحن ايش لازم ندافع عن الهاوس وما نخليه يموت الزلمة. بسم الله. هاي الجبلة الاولى تعليمية، بعدين ببدأ الجد. اوكي ناس، شلنا الزومبي الاول. احنا بنحتاج الورد عشان تزيد عنا هاي فلوس. يعني أجي نشيلهم. هاي طبعا فوق الجولة قربت الخلص. أو فاينل بايف. أو بس اثنين. هالفلوس. واللعبة بتصير صعبة كتير بعدها. نايس. فتحنا نبات جديد. كان بس بدي ادخل على الـ settings، مش ملاقيها. لين ارجع. كويس عشان صوتي يكون واضح. خلينا نبدأ. بسم الله. توفيق ساوس او يارد بالاصح. اوكي نايس، فتحوا لنا مساحات جديدة. ما بعرف، ما في داي تعلموني، بس لازم يعلموك. اوكي try to plant seeds at least على الاقل حط طلعت منهم. بس ان شاء الله الحق. اوكي هي طلعت لي واحدة، حطونا ثلاثة. هلا لازم نجيب هذا، مش راح احط غير لما اعرف وين الزومبي، من وين الزومبي راح يجي. اصلا يمكن ما يجي غير لما احطها. اوكي بالنص، يلا طوخ عليه. لا بحط هذا. اوكي بنحتاج هون واحدة. ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة. بالخامسة نقطع ايده. عشرة منهم نقتل الزومبي، يعني عشرة طلقات تقريبا. نحطها هون، جمع فلوس. حاسة التجميع بطيء، نحط هاي هون. الله مين راح يعطيني؟ صوت الزومبيز مزعج. احتاج هون احط لي. هلا راح تيجي فاينل بيل، فلازم احط بالنص وحده. الله طلعوا لي. هات هيوج ويف زومبي. كتير زومبيز جايين. غريب في التلاتة اللي ورا ما عم بطلعوا لي كتير. اوكي حيجوا من النص. والله بسرعة، بس كمان تنتين. حط لي هون واحد. يمكن نحتاج هناك على اخر واحدة شوي. اوه خلاص. اوه هاي قوي كتير، بس غالي 150. ما بعرف ايش. اوكي هون عنا البطاطا او يمكن الجوز، هي مش متأكد. يا ريت لو مدولي. حط هاي بالنص. ايوه اوكي برضه توقفت.
وطلعوا لي بتأخروا. اوكي فهمنا النص، لازم يستعجلوا لي شوي. هات الفلوس. طبعا هاي لو تلوى الاب ستور اللي بده يحملها يحملها. نعرف وين بدي احط هاي. نخليني احط واحدة هون تحت. يلا من راح يعطيني فيكم؟ يعني هاي اكتر واحدة بتنتج. تحت تحت. خليني نضمن هيك، شفت في كتير زومبي حاط الكرز. يعني شوي اجمع فلوس. هذا عنا يا خطر، محتاج اني احط واحد تاني هون. اذا ما مات حنضطر نحط الكرز. لا ان شاء الله بموت. هذا اول كثير تقريبا بده 20 ضربة. خلينا نحط واحد تاني قدام. خلص ان شاء الله راح. هات حط هون. الفلوس عنا ما شاء الله كثير. اوكي بالنص عنا خطر، بس في 3 ان شاء الله بقدروا يشيلوا. هنا احط هون واحدة. لازم نجيب حق الكرز. جبناه. اتمنى صوتي يكون واضح صراحة. بحتاج اني اقرب الايباد عن تمي عشان احكي هيك. يلا نايس. اظن كلنا بنعرف ايش هاي. بلوكس اوف زومبيز وبتحمي النباتات التانية. اخ ليش هلا بنخلص؟ قررنا نخلص هالمرحلة. اظن بكل فيديو راح نخلص مرحلة، يعني هما يمكن 10 مراحل او 9 ان شاء الله يمدوا. نايس هلا ببدأ الجد. نحط هاي طبعا اهم شيء. حط لي هاي هون. اوكي اتمنى يجيني حق. اوكي حط لي هاي هون. نحط عند الصف ال هلا انتوا بتشوفوا، مش راح هذا اوضع لكم. لو كانت بالماوس كان احسن. حط وردة هون أو دوار الشمس. لو نحتاج نحط 3 فوق هناك، فلازم هدول ينتجوننا بسرعة. نايس نايس. هيك أمورنا إن شاء الله تمام. جانا واحد خطير بس ان شاء الله نستطيع عليه. حط هذا هون. يعرف خلينا نحط هون كل بطاطا. نسميها بطاطا ما بعرف هي بينات صح، بس نسميها بطاطا بكون يعني اسهل.
يلا شيله. هاي فائدتها هاي البطاطا بتضحي. نايس 225. هاخد واحدة بالنص، ابدا بحس النص دايما خطر. نحط واحدة هون، ومفروض حطيتها هناك كمان، بتطول حتى ل هاي يعني ترجع تسوي ريسبون. كانوا بحكي لي ويت. اوكي نحتاج تحت دعم عشان هذا ابو الطائية، نحتاج هون هذا حماية. الله هلا بس نحتاج نحط كمان شوية فول سوداني. اوكي لازم بسرعة تسوي ريسبون هاي، بس لحد الان الحمد لله عنا هاي الكاروتس. فاينل ويف دنيا كل مخ الزلمة، يعني اكل كل مخ الناس الا مخ الزلمة اللي انا عم بحميه، او اللي هو انا مش عارف صراحة. نكمل الصف. ها نحتاج دعم، المفروض حطيته هناك قدر اللي هناك، بس لا ان شاء الله مات. هاي معي كاي ذكر سنوية تاعت ببجي قربت، هينزل تحديث بعد 5 أيام إن شاء الله بنشوف مع بعض. نايس متى في دعايات؟ هاي جد أصلا قصة ونسكر نحن نطلع نشوفه مع بعض. ممكن سكيب لو سمحت. طب ايش الفائدة؟ بالغلط طفيت التصوير. اوكي عنا هون اللغم، الله يسم ساعديني، بس حطيناه بطريقة غلط. حدا يفهمني ايش هذا؟ تاب اون. اوكي فهمت، هذا موت حلو. اوكي هاي ديناميت متفجر، المفروض خليتها لبعدين. لا استنى شوي، تحتاج بطاطا عادية كمان. واحدة لا لا غلطة كبيرة. استخدم لي هاي حطار للأسف، مفروض خليت المجموعة دي هم تيجي حطها هون. حطني أباث أنا هون خطر. لا شكرا راح نخسر. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله لا. حطوا هون هذول قريبين كتير. ناسي البولينج حطوا على 7 ديناميت. Yeah.
طب زيدولي كمان. أنا عندي هاي المجزات اللي بجز العشب كويسة تحميني. بس يعطوني ديناميت، حطه هون وهذا حطه بالنص عشان يعني تسوي مساواة. نايس. اوكي بتفجر الزومبي او تحت التلج. طلع لنا 5 لبلات. هيا انتجوا لي. بطيئين هدول. احلى شغلة صاحب اللعبة عمل انه في واحدة تنتين دبل، او ممكن بالمستقبل نسينا نحط صفين منهم. نزرع لهم ان شاء الله يطلع يعني قبل ما هذا يوصل. اخلص اعتقد حط ما في داعي للخوف. ان شاء الله يموت قبل ما يوصل للغم. خليه عن الحالات الاحتياطية. نايس. هات الفلور. شغل صح ولا لا؟ اوكي حط لي ورقة، حط لي هذا. ايش بيحكوا؟ رينز امطار. نبدأ نحط صف من البطاطا بعد ما نخلص الصف تاع اللغم. ان شاء الله يستطيع عليه هذا ونشوف. هذا بكرهه. اوكي ان شاء الله بنفجر. هون شكله رح يموت. نحط له هاي نتلحى فيها. هذا كريه. طيب انا لا 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 نحط له هاي. ايش بدي اسوي؟ اخذ هذا شوي خبصنا تصير. نحط هون ورد عشان ينفجر باللون. هاي هذا نحط مكان ورده. اوكي حطني احط هون واحد عشان ينط من فوق ويسجل باللغم. يعني ضمن اللغم صارت مفيدة كتير. ابلع. دول وردتين يمكن ايمهم يمكن لا. صار عندنا 500. اللي هذا خلصه من السريع لأن كتير زومبي جايين. هات فلوس. طلي البطاطا. اوكي بحتاج لغة. ان شاء الله يطلع قبل ما هذا يوصل وبنحط له عائق بسيط.
الله يطلع اللغة يكون هذا. يلا نايس الحمد لله. محتاج كرز بس مش متوفر. نحط هون بطاطا. محتاج هون هدوم. ما عندنا هدوم. نحط هذا اللغم. ما تاكلوا حرام. نحتاج هذا ديناميت. نايس. فكرت حالي راح اموت. طيب بتجمدهم. ليش بضغط باك؟ ان شاء الله اخذ هاي. طبعا شباب هلا ارك انا مش عارفه ايش بدي اسوي، ايش بدي اروض، بس يمكن الف الحال شوي، اضبط الامور، مثلا احاول اجيب كثير بوليمر. صارت بالنسبة لي البوليمر اصعب شغلة، تحتاج لك تجيب ايش اسمه اوبسيديان، والاوبسيديان كثير تقيل، فهذا اللي بكرهه انا بالبوليمر. والبوليمر الثاني اللي بنجيبه من البطاريق صح منفع، لكن مشكلته انه بنسى. ثواني انه بفسد بسرعة، يعني حتى بارك الاصيب تحطه بالتلاجة بس هم ما بتقدر. طب ممكن سلاح هذا، بدي هذا. حدا يفهمني ايش انا سويت؟ هل حيكون اول خسارة؟ ممكن ترى. كم المفروض حطيت بطاطا. نحط له هذا اللغم، ان شاء الله يطلع من بين ما ياكل البطاطا هاي. ترى عادي ممكن نخسر، يكون اول جيم نخسره. يلا واحدة تانية، بس واحدة تانية. ما في فايدة اني حطيته. متنا. صح في مجزة صح. ليش انا خفت؟ بعرف ترى هذا مش رح اخاف منه، حيموت. هلا لازم ابدا صح. فغصته. نسيت التمر تحت التلج ضروري. حط هدوم. عارف يمكن انتو زهقانين معي شوي، زهقان بس مش كتير. محتاج هون بطاطا. كما اذا كنتم مستمتعين لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اكيد هاي هون ناخذ فلوس، خليه ينفجر من الديناميت، ما بدنا نخسر عليه. اوكي نحط هلا هدوم ثاني. نايس. كمان كتبوا سيت داون. ببطئهم. حلو كتير تاع التلج. نحتاج هون هجوم. huge wave of zombie وانا مش مستعد.
محتاج تاع التلج بسرعة واحدة بس. ناس هاي 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 هون. فلوس فلوس فلوس. ولا هذا الكريه عادي حيموت. إنتاجهم بطيء بشكل مش طبيعي. أوكي نحط 2 بطاطا، إيش رأيكم؟ مفروض إن هون حطيت تاع التلج بس ما كان عندي حقها. يلا موت شيل لي هاي هلا كل مكان بتاع التلج هيك. بس بنحتاج دفاع عند هدول 3 مناطق الفاضيين. نحتاج هون المزيد من المال. وبعد البطاطا الغام نحط هون لغة. خلاص ان شاء الله فايزين. نحتاج هون بطاطا ان شاء الله يموت قبل ما يوصل. نايس لا 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 تستطيعون. فكرت راح يموت بس طلع لا العكس. الآن ناحية هجوم نحن أمورنا تمام. اوكي احط هون وحدة كان قلبي مش مطمئن. احط هاي ما لحق ينط مسكين يعني اصلا كان فجر حتى كان اسوأ. 625 اعلى عدد فلوس جمعنا. لغم او كرز متفجر اي شغلة يعني. بطاطا هذا اخر زومبي نحط كل شغلة نقدر نحطها. ثواني وناس النبتة الآكلة للزومبي. لا ليه ما حاطينه بمكان سيء. اوكي معانا واحد ابو سطل. هلا بنبدأ نختار التشكيلة. هاي 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 لغم هاي لغم. البطاطا اهم منه. وبلاي في داية. يلا
ليفل 8 ضايلنا 3 ليفلات. ليش ليش فهمني. هاي غلط، يا ريتني لو ما جبتها. انا اسف اضطرني احطها ويجينا فلوس حطهم. انا صوتي كان واضح، انا يمكن ما كان واضح فححكي. حطيت اللي ورا، هلا حطيتهم شوي، حطيتهم عشان يجل الزومبي اللي جاي. ليش انا عندي هيك اغلاط؟ بطاطا يلا واحدة بس، واحدة. ان شاء الله بستطيع، يستطيع. مش دي احط هاي، بس نحطها هون، نحط البطاطا بعد ما هاي تموت. جيب فلوس، فلوس. اوكي نايس، حط لي هاي هون، كويس ان هي بتاكل يعني. شيل لي هاي، حط لي مكانها هاي. آيس. بعد صفنا المفروض انا ايش حطيت هون؟ الثلجين، بعدين النباتات. عادي. انا هحط بطاطا صراحة، هل احتاجوا ليش؟ عشان ما تاكل هذا وهذاك ياكلها اكلته. اي خطتي كانت فاشلة. اذا تاكلت البطاطا وهاي لسه ما راحت، هحط واحدة تانية مكانها. تقعد ساعة مشكلتها عشان تهضم. يلا خلصي. نايس بلعتها. اوكي شيل لي هاي، حط لي مكانها بطاطا، خذ فلوس. شيل هاي، حط لي مكانها وردة. حط لي ثلجية هون. لو بتعرف هلا ما في داعي، خلينا نحط كرز. لا مش هاي. خلصنا.
هذا يفهمني ليش بضلي بضغط هاي. كمان لبلين حط هاي وهاي ضروري. هاي الكرز خلينا نجرب نتخلص منها ونشوف هل نستطيع ولا لا. حط هاي هاي ان شاء الله اخرى. لا او بطاطا لا حطناها. ما اظن بتجيب لي 200 بسرعة. يلا نستطيع عادي ترى يعني لو اجا جزارة العشب بتشيله. يلا نستطيع بتعرف يمكن ياكلها اصلا زحطنها على طول. ناي لا لا مش هاي طلي هاي. هاي سريعة كويسة. خلي ندس مع ألف سلام. يلا بس وحدة طلي هذا هو. وطلع في خوف يعني في خوف يعني ممكن نخسر ترى. ممكن كان المفروض اخترت هديك لانه هلا زي ما شايفين اجانا هذا بمكان سيء. وحده بس لي بوتيتو هون بعدين بشيلها. يمكن موتنا صح؟ لا بنقدر نحط بديل بس واحدة. اوكي هلا بتبدا المشاكل العالميه. نحط هاي هون. اوكي خلص انشال سمحتوا مستعجلوا. هذا الزومبي مكان موضوع صعب. كان مفروض قدمته شوي عشان النباتات. نبتة نحط من اللي بجمده. تحتاج فلوس زيادة. اوكي هون نحتاج لا بحتاج ديناميت اظن. يمكن ما في داعي.
حاجة من واحدة. صار كانها أغنية. حط هاي هون عشان يتخلص من عصايته. ما كان في داعي. حط بطاطا. نباتات. أعطيني هون نباتات، هذا مزعجني كتير. هاي مع النبتة اللي بتجمد يعني ما في فرصة قدامهم. ايوه هي الازعاج. اعطيني بطاطا. ما قدرت تاكلها. ايش هالرسالة؟ Hello, we are about to launch an all out attack on your house. كاتبينها house. Sincerely the zombies. توقعهم يعني انه راح نهاجمك. اوكي يلا حنبدا بالليل. بطل يخلص. كان مفروض لعبناها 5. او بتعرفوا شباب ايش رايكم ننهي هون؟ ان شاء الله بنكمل الحلقه الجايه. اظن المقطع حيكون طويل. فالى هون نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. واذا بدكم روحوا شوفوا قناتي الثانيه. مع السلامه. اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.